قبل ما ارجع للاستاذ شرقاوي طبعا هروح لمداخله مهمه جدا مع تيجانا مصر كابتن اسماعيل يوسف طبعا مدير الكره في نادي الزمالك واللي كلنا معولين عليه وكلنا طبعا بنتفائل بوجوده وان شاء الله يكون وش وش السعد مع الجهاز المعاون. كابتن اسماعيل برحب بحضرتك، تحياتي وتحيات نجومي وضيوفي في الاستوديو. اهلا بيك يا كريم، تحياتي. اهلا بيك كابتن مصر. استاذ صبحي عبد السلام. استاذ احمد، كل الموجودين. استاذ صبحي، استاذ محمد شرقاوي. استاذ صبحي، اهلا بيك. اهلا بتجانا. يعني طبعا يعني مبروك، المهمه مهمه صعبه، مهمه تقيله، لكن انتوا قدها وقدود. ولاد الزمالك هم اولى بفريق الكره في نادي الزمالك. حضرتك مش جديد على الفرقه، سواء موجود او مش موجود، سواء في منصب او في غير منصب، انت ايدك بايد المستشار، ايدك بايد استاذ امير مرتضى منصور. الفريق مش جديد عليك، لكن يعني المهمه كابتن اسماعيل حضرتك شايفها ازاي؟ وتطمن جماهير الزمالك تقول لهم ايه؟ مهمة طبعا اللي يشوفها من بره مهمة صعبة جدا جدا جدا، لكن طبعا دعم الإدارة ودعم الشباب مرتضى ودعم الجمهور مهم جدا في الفترة اللي جاية. فترة مفترق طرق بالنسبة لنا، صعبة جدا، لكن ولاد الزمالك زي ما أنت قلت يا كريم في أي منصب وفي أي مكان بنتفانى في خدمة نادي الزمالك، نادينا اللي عمل أسامينا واللي عمل بطولاتنا. فطبعا ده شيء مهم جدا ان احنا نكون متواجدين في الفتره الصعبه دي. لكن انا واثق ان ربنا سبحانه وتعالى والدعم اللي انا قلت عليه هي ان شاء الله هنعدي المرحله دي وهنبقى في المكانه اللي يستحقها نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. نعم. يعني قعدتوا طبعا الجهاز اكيد اجتمعتوا كابتن اسماعيل مع كابتن اسامه، مع كابتن ايمن طاهر، مع كابتن سودا، مع كابتن محمدي. اهم الخطوط العريضه اللي حضرتك اتكلمت فيها مع الجهاز طبعا جنبا الى جنب مع استاذ امير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق. والله هو احنا بنشتغل والله من بنروح النادي من قصص، احنا لسه مخلصين دلوقتي انا واسامه، بس حصل ظرف ان امير تعب جدا وجات له حاله يعني تعب ورعشه كحه وكده. الف سلام عليه. الف سلام. نعم. مش قادر لان نطمن عليه ان شاء الله. كان الشغل اللي كان كبير جدا ولسه انا راجع انا واسامه وكل الامور تمام. النهارده التمرينه كويسه فتروح نزل ملعب وظهر بمستوى عالي جدا. كويس. وعبد الله جمعه كويس جدا. كل الناس الحمد لله بتقاتل معانا ان احنا نرجع للمستوى الطبيعي بتاع نادي الزمالك. نعم. اللي مر في السنوات اللي فاتت ان شاء الله باذن الله. ايدينا في ايدين بعض ومع الشغل ومع التفاني في الشغل مع التركيز مع الدعم. نعم. وبركز على الدعم، لازم نتوحد أكيد. الفتره دي اكيد يا كابتن اكيد وكلنا وراك. هدف احنا كجهاز فني وحسين ياسر وعبد المقصود وايمن طاهر وكل اللي موجودين. نعم. اولادنا الزمالك صح وتحت امر نادي الزمالك في اي لحظه، واللعيبه كذلك، اللعيبه لازم كلنا نرجع ثاني ايد واحده. نعم. الواحده ديت اللي خدتنا 2 دوري ورا بعض وخدتنا كاس، خدتنا بطولات، حطتنا على المصاف في البطولات صح سنويا. نعم. ده ان شاء الله ولسه بدري، الموسم لسه طويل بس الامور صعبه، لكن ان شاء الله باذن الله مفيش مستحيل. مع التركيز ومع الحب اللي سايد بين المجموعه كلها ان شاء الله نرجع للمركز اللي احنا نتمنى ان احنا نكون فيه دايما. نعم طبعا. يعني من الاخبار السعيده لحضرتك طبعا يعني دلوقتي تتكلم على مشاركه فتوح وابراهيم انضاي وعودتهم ان شاء الله، يعني نتفائل ان شاء الله يكون هذه الوجوه والنجوم موجودين ان شاء الله الفتره الجايه وبيشاركوا مع فريقهم باذن الله. ان شاء الله باذن الله. الشغل في كل اتجاه كريم. نعم. على المستوى البدني وعلى المستوى الروح وعلى المستوى الفني. اسامه طبعا مركز في اكثر من نقطه لان المباراه اللي جايه بالنسبه لنا مباراه مهمه جدا. نعم. تكون البدايه الحقيقيه لنادي الزمالك، وان شاء الله باذن الله يعني مع الشغل دوت مزيد من الانتصارات، بس صبر شويه علينا ودعم باذن الله. النقطه باكد عليها اكثر من مره لان في بعض اللعيبه برضو عندنا خبرات، يعني احنا مش متعودين ان جمهور نادي الزمالك العظيم نعم يتكلم على فريقه ويهاجم فريقه، احنا نخلي الخلافات دلوقتي على جنب. نعم. كلنا دعم لنادي الزمالك عشان يرجع زي ده. الملف الطبي طبعا ولاعيبه لاعب زي المسلوسي وشيكابالا، يعني برضو حضرتك حابب ان انت تطمنا عليهم عشان جماهير نادي الزمالك كلها لما تاخد الخبر من حضرتك بقى كلنا عارفين الدنيا رايحه فين وواقفه لحد فين. شيكابالا والله هو كان جات له نادي الزمالك، انا لسه جاي عن عنده انا وكابتن اسامه كويس.
والجهاز كله. مش عارف حكايه البرد ماسك معلش ربنا يعديها على خير بس وربنا يشفيها تيجي بس على قد البرد يا كابتن وربنا يعديها والله. نعم باذن الله هنحاول كمان نطمن عليه يعني واحنا في الحلقه باذن الله ان شاء الله. نعم وشيكابالا ان شاء الله هيكون موجود يوم السبت. الدكتور خلاص الحمد لله يعني خلاص عافي دلوقتي. نعم وكل اللعيبه في موجود. المشلوفي طبعا عنده مزق في السمانه حوالي سنتي ونص، وده هيتطلب ان هو يقعد اسبوع 10 ايام يبقى في الملعب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كده كل اللعيبه جاهزه الفتره الجايه المستوى البدني والفني ان شاء الله. نعم كابتن اسماعيل، يعني مباراه فيوتشر فريق قوي، فريق مهم جدا يعني، ومواجهته مش بالسهوله المتوقعه يعني، يمكن يعني من الحظ برضه او من التكالب بقى الظروف على نادي الزمالك ان برضه اول ماتش للجهاز الجديد مع فيوتشر، فريق محترم، فريق بيأدي بمستوى ثابت في الدوري. طبعا فريق مستقر على المستوى الفني والبدني، ادارته الفنيه على مستوى عالي. احنا كل المباريات بالنسبه لنا كريم في الفتره اللي جايه مباراه يعني كؤوس بالنسبه لنا، ان احنا عايزين نسترجع القوه الفنيه بتاعتنا وان شاء الله باذن الله كل متعهدين كلنا ان احنا نبذل اقصى جهد في كل المباريات اللي جايه ان شاء الله. نعم مش هقدر انسى طبعا يعني مباراه جرماه يا كابتن اسماعيل، وكنت مع حضرتك واحنا كنا يعني بعضنا كان بيبكي بعد الهزيمه في جرماهيا في 4-2 على ما اعتقد، وحضرتك نزلت تحت وانت بتسلم على لعيبه نادي الزمالك، حضرتك كنت في مجلس الاداره وكنت رئيس للبعثه في هذه المباراه، وقلت لهم ان شاء الله هنرجع ناخد الكونفدراليه، وقد كان يا كابتن اسماعيل. ان شاء الله باذن الله. نعم ايوه ايوه كلنا لازم نقف فيه نعم. وقت الافراح ان احنا يعني نبقى الناس كلها يعني فرحانه بالبطوله وكده، بس لكن اللعيبه محتاجانا نعم ومحتاجانا ومحتاجه مجلس الاداره اللي واقف جنبنا، هي مستشار مرتضى محتاجه نعم. جمهورها نعم يقف جنبها الفتره اللي جايه بالظبط، مش في فتره النجاحات بس. لا بالعكس ان شاء الله يعني. يمكن حضرتك وانت بتتكلم كنت بتتكلم على الروح كابتن اسماعيل، كنت بتتكلم على اوضه اللبس وحاله الانضباط اللي بين اللعيبه وحاله الحب اللي لازم الكل يتسلح بيها عشان نادي الزمالك يبقى الفريق كله هو النجم، الروح الواحده وقلبنا على قلب بعض، اعتقد هي دي اللي هتفرق مع لعيبه نادي الزمالك الفتره الجايه. احنا مش في رفاهيه، احنا ده لازم نبقى كده واكثر من كده وطول الوقت، مش فتره بس يعني، الفتره اللي جايه زي فتره الفوز بالدوري وبالكاس ترجع تاني، ويبقى طول الوقت احنا في الروح ديت، لان جمهور نادي الزمالك جمهور كبير وعظيم، دايما عايز فريقه تلعب كوره كويسه، ودايما عايز فريقه تبقى في منصات التتويج، واللي حصل ان شاء الله باذن الله ما يتكررش تاني يعني. ان شاء الله باذن الله هتبقى روح ثانيه في الفتره اللي جايه. نعم. كامل تقديرنا واحترامنا للجهاز الفني وقياده البروف طبعا. نعم مستر فيرير. نعم كبير وعظيم، واحنا لازم المستشار مرتضى كلمني من فتره ومن حوالي ساعتين ان هو احنا بسبب ان احنا نعمل حفله ويكون موجود ويتكرم معانا. جميل. نعم. على المستوى يستحق والاداري بالنسبه لنا. نعم. احنا كلاعيبه وكاداريين. نعم. الموجودين معانا. نعم دي طبعا خطوه يعني مش جديده على المستشار مرتضى منصور، وهو ده دايما عهد نادي الزمالك بكل الناس المخلصه اللي تشتغل له، فانا بحيي المستشار مرتضى منصور، بحيي حضرتك طبعا، وان شاء الله يكون الملف ده يعني قريب جدا نشوف هذه الاحتفاليه، وان شاء الله نحتفل كلنا مع جميع نادي الزمالك بمستر فيريرا وجهازه المعاون ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن اسماعيل على هذه المداخله المهمه جدا، وبنوعدك كلنا في ظهركم، كلنا بنساندكم، كل الدعم لحضراتكم، كل الدعم للجهاز الفني، كل جماهير نادي الزمالك، اعلام نادي الزمالك، كل المنظومه في ظهركم ان شاء الله.